السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض البط الجديد اللي احنا جايبينه دوت. ده يا جماعة اللي أنا طبعا قلت لكم كنت جايباه سعره كام، كنت جايباه من قيمة يومين، يعني بقاله النهاردة كام؟ النهاردة الأربع، كنت جايباه من يوم الاثنين، يعني جايباه بقاله يومين اهوت يعتبر. تمام، فإن شاء الله برضو أول يوم أنا قلت لكم هو خطط له إيه في الاكل واستقبلته على ايه. الاستقبال ده اهم حاجه يا جماعه، حتى لو البط كبير وجاي معاك كويس جدا وانت شارياه كويس، اهم حاجه برضو تحط له حاجه كده كمطهر معوي في الميه. تمام، يا اما شويه خل بقى، يا اما في الاجيل زي ما احنا حطينا في الميه، ايا كان من الحاجات اللي ايه اللي بتطهر معده الطفله عندك. فالنهارده ان شاء الله هعمل لهم برضو وصفه حلوه قوي على الاكل، حاجه كده تفتح شهيتهم وتكبرهم بسرعه. الناس اللي بتستغرب خلال شهرين البط هيكبر، البط ده يا جماعه ما شاء الله اسرع بط يكبر معاك. فان شاء الله هنتحدى بعض كده، وخلال شهرين باذن الله هقول لكم الاوزان بتاعته. فيمكن خلال اليومين اللي انا جبتهم فيه دهوت، بسم الله ما شاء الله، يعني تحس كده ان هو ايه بدا ان هو برده يكبر معاكي، والحجم بتاعه بدا يتقل. يعني الحاجه برده لما بتكون عند صاحبها برده يعني بيهتم بيها، خلاف ما انت بتكون شاريها من عند اي حد وكده، تاجر او اي حد مش بيهتم بها قوي. ده كده انا حاطه له علف اهوت، ده العلافه، وحطيته في البوكس. افضل تربيه يا جماعه تربيه البوكس، زي ما قلت لكم على طول، بربي في بط، بربي في فراخ. دورت الفراخ اللي عندي كنت وريتها لكم في قلب البوكس، ما شاء الله جميله وزي الفل، ونقلتها غادي. هنروح هناك غادي دلوقتي برده وهنصور وهوريها لكم. خلاص نقلتها على الارض بقى. انا نقلتها ليه؟ لان خلاص بقى اللي الجو بدا يحرر، يمكن النهارده كده وانا بصور معاكم يعني تحس كده ان النهارده يعني يوم شرد، تحس ان الجو كده بيجيب الهواء بتاعه بيبقى يعني صهد. فحاولت ان انا اخفف البوكسه الاثنين، شلت منه كل الطيور عشان ما يبقاش كاتمه كده على بعضه، ونزلتهم بقى في الهواء هناك. اما بقى ان شاء الله هنربي بقى في البوكسه اللي انتم شايفينهم ده، هم هنربي فيهم البط المسكوف اللي طالع من تحت البطه، والبط اللي احنا شارينه ده. تمام، سموا الله وحطوا لايك، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. يلا بينا كده نشوف هنحط لهم ايه النهارده. هنحط لهم حاجه كده تفتح شهيتهم، هتخلي البط ما شاء الله مسافه مده قليله جدا، هتخلي البط ما شاء الله يشيل معاك وزن كويس جدا. تعالوا بقى كده، يلا من اول هنعرفهم زي ما انتم شايفين كده. ده العلافه بتاعتي اهي، ما بحط لهمش حاجه ياكلوا فيها ولا حاجه، لا هي دي العلافه. ده حلو قوي، زي ما ربنا الفراخ في البوكس ان شاء الله هتربي البط برده. إيه حاطه لهم؟ بصوا بقى جايبه لهم كيسه كبيره اهيت، لان طبعا انا بجيب شكاير زي ما انتم عارفين، الشكاير بسيبها تحت وبحطها في البراميل. حطيت لهم هنا نص الكيسه دهيت على بادي على علف نمش، نص الكيسه ديت يعني حطيت لهم نم مفتت على بادي الاثنين مع بعض، يعني لان ما شاء الله اللي مكونين الاثنين دول من نوعين العلف ده بيخلي البط حلو قوي معاك. فهنعلفهم، هنحط لهم طبعا علف صفي دلوقتي، يعني اسبوع كده بقى ان شاء الله، ونحاول ان احنا ندخل ايه الدش الناعم والعيش والحاجات دي. انا زي ما قلت لكم البط ده يا جماعه ده بياكل اي حاجه قدامه. وبرده هنعمل لهم بقى خلطات برده كويسه، مش هنجيب بقى الادويه بطاريه ولا اي حاجه، لان طبعا انا ما بجيب لهم شيء علاج بطاريه. سيبهم بس شويه كمان كده اهو، يفضل بقى قدامهم طول الليل وطول النهار ياكل. دي يا جماعه بقى الميه بتاعتهم اهيت، هنحط فيها ايه؟ هنحط لهم كده معلقه عسل، مش هنكتر، معلقه صغيره عشان الجو حر بقى بلاش نكتر. بص بقى هنعمل ايه كمان على العسل، هنحط برده معلقه كده صغيره من الخميره، دي خميره فوريه يا جماعه، يبقى انا هحط ايه خميره والعسل مع بعض في الميه. البط لو في اسهال في اي حاجه ما تحطش لا خميره ولا تحط عسل. هنبدا ان احنا بس ايه نقلبها لهم كده تقليبه صغيره، دي احسن حاجه هتخلي البط معاك يشيل وزن كويس جدا في اقل وقت. تعالوا بقى كده نحط لهم، هنسد بس بالطوب كده اهو، اللي الناس اللي هي حابه تجيب بط يا جماعه هتيجي هينهض معاكي دلوقتي هيبقى حلو قوي. ممكن لو ما نهضش معاكي رمضان يعني، وطبعا اكيد مش هينهض رمضان، بس ان شاء الله هينهض معاكي على بعد العيد هيبقى حلو قوي. ده ان شاء الله بقى لو انت ايه شطبت كل الطيور اللي عندك في رمضان مثلا ولا كده، ده ان شاء الله هيجي معاكي على بعد العيد هيبقى زي الفل، هيبقى بقى عندك في العيد الكبير يعني العيد الصغير هيبقى حلو قوي. تمام، فكده انا حطيت لهم كده الاكل على الاكل اهوت، وحطيت لهم الخميره والعسل في قلب الميه. الخميره ده يا جماعه ما شاء الله كويسه جدا، والعسل كمان حلو قوي. الحاجات بس ايه البسيطه ديت هنعملهم هما لسه في البدايه، بعد كده ان شاء الله
هنبدا بقى نعمل لهم وصفات تانية حلوه كتير، هتخلي ما شاء الله يوم يجي بيومين. النوع ده يا جماعه الفرنساوي دوت ده ما شاء الله بيكبر معاكي سريع. يعني البطه ده يا جماعه، يعني عشان في ناس ممكن تفكر ان هو مسكوف ولا حاجه، لا البطه ده مش مسكوفي، البطه ده اللي هو ايه الفرنساوي اللي هو الشهرمان، عارفين البطه اللي هو الشهرمان اللي بيكبر بسرعه ده، هو ده بيموت بقى في الميه. عشان تحط له بقى وعيه الميه يغطس فيها يستحمى فيها، والجو كده كده حر. بس انا بص بقى بعمل لهم ايه، بحط لهم طوبه كده في الميه، الطوبه دي برده حلوه يعني غطستها في قلب الميه اهيت، عشان حتى لو انت عندك بط صغير ولا حاجه ما يغرقش منك. وكمان الطوبه ديت حلوه قوي، بتعوضهم عن الاملاح، يعني تبقى ايه فيها نسبه املاح كده كويسه، فبتبقى حلوه. بالنسبه بقى للناس اللي هي بتقول لي يا شيماء اجيب املاح وفيتامينات وكده ومش عارفه، الاملاح والفيتامينات يا جماعه مش هنقطعها خالص، هنبدا نجيبه هو في العمر اللي انتوا شايفينه دوت باذن الله. كده على الحلقه الجايه هصورها لكم برده، وهنحط لهم املاح وفيتامينات مع بعض. حاولي ان انت يبقى عندك ازازه كبيره تكفيكي لما يعني لغايه ما يطلع ريش ويسلل ويقفل معاكي كمان، تمام. فتعالوا بقى كده هوريكم برده نوعيه بطه تانية. هنقفل على ده كده بقى الاول، اهو اكلهم الاكل وكل حاجه، هنقفل عليهم بقى خلاص. ده بقى يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف. عارفين البط ده اللي كان طالع تحت البط المسكوفي، شايفين ما شاء الله الاحجام بتاعته بقت عامله ازاي. ده البط المسكوفي ده كده، دول سبعه، السبعه دولت دول كانوا طالعين اول حاجه، فتحت كده حوالي ثلاثه او اربعه، مش فاكره والله، ثلاثه ولا اربعه تحت بقى كده حوالي ثلاثه برده، بس صغيرين شويه، فانا ما رضيتش اجيبهم معاهم الا لما يكبروا شويه كده ويشد حالهم. فالبط ده يعتبر مسكوفي خالص، يعني هو اصلا امه مسكوف وابوه مسكوف، يعني مش خليط ولا حاجه. فاهو حبيت ان انا اوريه لكم، كانت المفروض ان انا استقبلهم معاكم، بس يعني انتوا عارفين بقى ان انا استقبلت معاكم كتير قبل كده، وانتوا عارفين بتستقبل ازاي. فهنحط لهم برده هنحط لهم الميه والاكل برده قدامكم، شايفين بقى انا اللي جبتهم في البوكس برده اهو، وفرشت لهم قش علشان القش ده يدفيهم لو الجو برد بالليل. الجهه الثانيه دي انا سبتها على اساس برده احط فيها الميه والاكل، وهنا هينموا ويدفوا بقى ان شاء الله. هنحط لهم برده مكون حلو قوي على الميه، وهنحط لهم برده الاكل اهو، ده الميه بتاعتهم بقى اهيت. هنحط لهم برده كده عليها شويه عسل، معلقه صغيره عسل يعني اهو، مش هنكتر يعني. العسل حلو قوي برده زي المواد سكر كده. هفشلهم بس كده اهوت علشان ما ينزلش يرسب في الارضيه، حلو كده اهو. العسل ده بيفتح شهيتهم وحلو يعني اهوت. ده احنا كده حطينا لهم الميه والاكل زي ما انتم شايفين، وحطينا لهم وحطينا التانيين. فان شاء الله برده لما اجيب الثلاثه هنحطهم برده معاهم هنا في قلب البوكس ان شاء الله. كنت انا عايزه اجيب عليهم العدد دوت، يعني كنت عايزه اجيب على البط اللي انتم شايفينه دوت بس كميه قدهم كده، بس انا ما لقيتش، اللي انا لقيته الحجم الكبير ده. فبعدين قلت بقى طالما هو كبير كده هربه لوحده، ودولت هربهم لوحده، تمام. فكده خلاص خلصنا البط المسكوفي اهوت، عشان تبقوا برده يعني ماشيين معايا وعارفين الخطوات كلها. وضع البط اللي احنا اشتريناه زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني دايما شهيته بتبقى مفتوحه ياكل اي حاجه قدامه، فعلشان كده ان شاء الله هنعمل لهم الخلطات بتاعتهم بدري، يعني مش هنحاول ان احنا نطول في اكل العلف كتير معاهم يعني، تمام. هما كده دلوقتي بس ما شاء الله حلوين وزي الفل. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.